نشوف الركله الركنيه هتكون الاخيره في احداث الشوط الاول. ادي شيكا يلعب على طول الركنيه تتلعب لكن على طول وقعت من ايد حارس المرمى. وادي الهدف الاول، ادي الجول الاول للسويس. الدقيقه الاخيره شهدت الهدف الاول. قلت لحضراتكم 47 دقيقه بدون اي خطوره، في دقيقه واحده خطوره للسبورتنج وخطوره المنتخب السويس. تصفر على الركنيه، شيكا يلعب الركنيه، ايمن رجب حارس المرمى يمسك الكره ما يعرفش يمسكها تقع من ايده ليسجل منتخب السويس الهدف الاول والجول الاول للسويس. الهدف الاول للسويس، الهدف الاول لابناء الغريب. هل هو 34 محمد عماد برأسية؟ لكن أيمن رجب غلطة الشاطر بهدف يا أيمن، غلطة الشاطر بهدف، والهدف الأول لمنتخب السويس. وإحنا بنلعب في آخر دقيقة قلت لحضراتكم في أحداث الشوط الأول. بص البصمة بتاعت شيكا، أدي شيكا مزيكا يلعب على طول الركلة الركنية. أيمن رجب يطلع يمسك كورته حارس المرمى تقع من إيده تنزل على راس، بالفعل هو اللاعب رقم 34 وهو محمد عماد ليسجل الهدف الأول للسويس. يا ولد 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 يا عماد. ادي بص الفولو، بص المتابعه، يعجبني والله اللاعب اللي واقف كده يعني مركز. لا والله مش عماد، مش عماد خالص، ده هو اللاعب احمد خال او احمد ابراهيم، احمد ابراهيم الساكن في دير النحاس. لا هو احمد ابراهيم الساكن في منتخب السويس، هو اللي يسجل الهدف الاول. يا سويس يا حبي يا حته من قلبي، لسه ما فيش انجاز، عايزين الصعود. هو ده الشعار اللي موجود امام حضراتكم، واحمد ابراهيم هو اللي يسجل الهدف الاول. عدل معايا، مش عماد، لا هو احمد ابراهيم. احمد يسجل الجول الاول للسويس. السويس في البيوت وفي المقاهي وفي الحواري وفي الازقه وفي كل مكان هتلاقيهم فرحانين بالهدف اللي سجلوه دلوقتي في مرمى سبورتي. ركله حره نلعب في الدقيقه السادسة، وقلت لحضراتكم هم 3 دقائق فقط وقت محتسب بدل من ضائع، لكن رحنا للدقيقه السادسة. ركله حره دلوقتي لسبورتي، ركلة حرة، هل تشهد هدف التعادل؟ هل الإثارة تكون موجودة في الوقت المحتسب بدل من الضائع لكن تطلع خارج الملعب إلى ركلة مرمى والإثارة ينهيها محمود البنا.